الله اكبر الله يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاه من يوم الجمعه فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون يوم الجمعه يوم عيد جعله الله للمسلمين فهو خير يوم طلعت عليه الشمس فيه خلق ادم وفيه ادخل الجنه وفيه اخرج منها وهو يوم اختص الله به هذه الامه فهداها اليه وفي الجمعه ساعه لا يوافقها مسلم قائم يصلي يسأل الله خيرا إلا أعطاه إياه ولهذا اليوم آداب ينبغي على المسلم أن يحرص عليها منها الاغتسال لقوله صلى الله عليه وسلم غسل الجمعة واجب على كل محتلم التطيب والتسوك ودهن الشعر ارتداء أحسن الثياب وأجملها التبكير الى صلاه الجمعه ترك ايذاء المصلين بتخطي رقابهم او التفرقه بينهم قراءه سوره الكهف التماس ساعه الاجابه وارجح الاقوال فيها وقتان الاول اخر ساعه من يوم الجمعه قبل غروب الشمس الثاني ما بين بدايه خطبه الجمعه الى انتهاء الصلاه الاكثار من الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعه وليلتها قال صلى الله عليه وسلم اكثر الصلاه علي يوم الجمعه وليله الجمعه فمن صلى علي صلاه صلى الله عليه عشرا